أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من صالون الصحة والجمال. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا مهتمين بيه خاصة من خلال هذه الفترة، هو موضوع دور الجامعات في تعزيز السياحة في مصر. الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت ما فيش شك إن السياحة كانت تأثرت شوية، ولكن ما نقدرش ننكر أننا حاليا في إعادة الميلاد مرة أخرى، وابتدت الحركة السياحية سواء الحركة السياحية في الداخل أو في الخارج تستعيد نشاطها مرة أخرى، وده بفضل إيمان القيادة السياسية بفكرة الإدارة. ومن أهم وظائف الإدارة هي التخطيط، وده اللي قامت به وزارة التخطيط تحت قيادة الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط، في أنها عملت والأول مرة لمصر خطة استراتيجية كل المؤسسات تعمل في إطارها. وطبعا هناك جهود حثيثة ومكثفة خلال هذه الآونة لنشر فكرة وتوطين فكرة استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وهي رؤية مصر 2030. وفي هذا الإطار الحقيقة هنتكلم عن موضوع السياحة، ولكن من منظور دور التعليم وخاصة الجامعات في أنها تسهم بصورة فاعلة في تنشيط وتنمية السياحة مرة أخرى. والسؤال اللي بيطرح نفسه خلال هذه الحلقة، هل المؤسسات التعليمية اللي هدور في تعزيز السياحة في مصر؟ وده اللي هيجاوب عليه ضيفة الحلقة النهاردة الأستاذة الدكتورة نجوى إبراهيم زعير، وكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة. الحقيقة دكتورة، يعني من فترة يعني مش بعيدة ابتدى هناك فكر الجامعات الإقليمية، وهذا الفكر بينبع من منظور إن الجامعة الإقليمية بتبقى موجودة لخدمة المجتمع المحلي. ومن هذا المنطلق أصبح في معظم أو كل محافظات مصر في جامعات إقليمية، والجامعات الإقليمية بتحتوي على كليات. هذه الكليات من فلسفتها وأهدافها الاستراتيجية هي خدمة هذا المجتمع المحلي. فما نيجي نتكلم عن كلية السياحة في جامعة الفيوم، أكيد لها دور في خدمة المجتمع المحلي، وده اللي هنتعرف عليه من حضرتك خلال الحلقة. ولكن قبل ما نتكلم عن هذا الدور وعن أهمية هذا الدور في محافظة الفيوم، عايزين حضرتك تدينا فكرة عن المقومات السياحية في محافظة الفيوم. محافظة الفيوم زي يعني دايما بنقول عليها في إطار دراستنا كده على إنها هي واحد مصر الصغرى، أو هي مصر بشكل مصغر، لأنه الفيوم عندها المقومات الجغرافية اللي ممكن تتروج كمنتج سياحي لوحده. يعني مش كتير في محافظات مصر عنده الصحراء وعنده النيل وعنده الأرض الخضراء. طبعا يعني التناقض ده في حد ذاته طبعا بيعتبر مقوم من مقومات الفيوم السياحية. النطاق الجغرافي للفيوم هو أيضا ميزة ومقوم من مقوماتها السياحية، لأن هي من أقرب المحافظات إلى القاهرة، وبالتالي هي من أكثر المحافظات الإقليمية اللي ممكن تجتذب عدد كبير سواء سياحة داخلية أو سياحة خارجية قادمة إلى الفيوم. الفيوم أيضا عندها تراث وإرث ثقافي مميز على كل مستوى العالم وليس مصر فقط. الفيوم بتمتلك مقومات تراثية زي ما احنا بنقول مادية متمثلة في أثار مصر. يعني أنا هاخد من حضرتك فعلا يا دكتورة، يعني لفت نظرك خلال الفترة اللي فاتت، وكان في الحقيقة ذخم إعلامي كبير، وهو إن محافظة الفيوم كانت ضيف على معرض ديارنا اللي بتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وكان المعرض بيتكلم عن الحرف التراثية والصناعات التراثية بمحافظة الفيوم. والحقيقة اكتشفنا من خلال هذا المعرض يعني كتير من الحرف اليدوية الجميلة اللي لها رواج في السوق العالمي وبتنبع من محافظة الفيوم. فحضرتك ادينا فكرة عن أنواع الحرف التراثية في محافظة الفيوم. الحرف التراثية في مصر في محافظة الفيوم يعني بتتركز بشكل كبير حوالين صناعة الفخار في الفيوم، وصناعة الفخار في الفيوم دي حاجة ليها بعد تاريخي من نقول 4000 سنة مثلا، بتتطور بتطورات التكنيك وبتتطور بتطورات الخامات. الفيوم عندها قريتين اتنين مشهورين جدا بصناعة الفخار، مش على مستوى مصر فقط، بالعكس شهرتهم العالمية بتفوق أحيانا شهرتهم داخل مصر.
اللي هي قرية تونس، ودي خدت اهتمام كبير أثناء المشروع المصري الإيطالي اللي هو بدأ يروج المنطقة، أصبحت مزار سياحي، فأصبحت مزار سياحي، وأصبحت مزار سياحي للسياحة الداخلية، ودي حاجة بتسعدنا جدا الصراحة، لأنه وفي تقريبا مهرجان سنوي بيتقام فيها والمحافظة حاليا بالتعاون مع جهات مختلفة ووزارات مختلفة في حالة إن هي تبلور المهرجان ده بشكل يصبح كأنه حدث عالمي وليس فقط على المستوى المحلي. القرية الأخرى اللي هي في طريقها دلوقتي برضو كان هي تاخد نفس شهرة تونس هي قرية النزلة، لأنه هم عندهم أسلوب في صناعة الفخار مميز جدا 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 بيختلف عن صناعة الفخار في تونس. يعني هما الاثنين نقدر نحطهم في مع بعض كده على انهم بيمثلوا صناعة الفخار منذ اقدم العصور حتى العصر الحالي لو احنا بنقول ان احنا نتتبعها. فبالتالي يعني اذكر كمان يا دكتوره ان كمان قريه النازله من القرى اللي كان فيها بعد سينمائي خلال فتره من الفترات، أيوة، كان في تصوير اصاله صورت اغنيه فيها، وكان يعني قريبا كان في كمان تصوير يعني او استخدام في، وده يعني السينما العالميه كمان بتروج للسياحه الداخليه من خلال لانه الموقع الجغرافي سواء لتونس او لقريه النازله في حد ذاته هو يقدر ان احنا نروجه يعني كمنتج عالمي. ليه؟ لانه هنلاقي زي ما بقول لحضرتك البحيره والارض الخضراء والصحراء، فديت يعني ده في حد ذاته فعلا فعلا بيمثل عامل جذب للاجانب او للسياحه الخارجيه بشكل كبير جدا، لان هم مش متعودين على الاختلافات ديت او على النمط المختلف ده. فده على مستوى الفيوم طبعا التراث، الحرف التراثيه على مستوى الفيوم زي ما احنا كنا بنحاول ده كمان يا دكتوره يعني مش عاطف حضرتك بس كان كمان في صناعات قائمه على منتجات النخيل، النخيل السعف والنخيل ديت، لانه طبعا الفيوم زيها زي واحات مصر كلها مشهوره بزراعه بالنخيل موجود فيها وصناعه الثمر تقريبا، وصناعه الثمر بلح الفيوم، بلح الفيوم يعني تقريبا الفيوم تشتهر بانها يعني كثره النخيل يعني كمعظم الواحات في مصر، لكن الفيوم زي ما بقول لحضرتك هي لانها قريبه من القاهرة فاحنا نقدر نروج لحاجات كتيرة جدا في الفيوم، وفيها كمناطق جذب سياحي فيها ووادي الحيتان، يعني وادي الحيتان اللي هو فريد على مستوى العالم، ده منطقة تراث عالمي يعني عالمي طبعا، محمية طبيعية عالمية، لكن محتاجة ان احنا نروج الفيوم من خلالها لانه بما انه مش موجود على مستوى العالم كله. ولكن نرجع يا دكتورة بقى ونقول برضو الحرف التراثية، يعني هل حضرتك شايفه ان ده مهم اننا كصناع للسياحه وكاكاديميين نهتم ب يعني اعاده احياء الحرف التراثيه مره اخرى، ولا يعني اصبحت المنتجات المستورده والبديله تغني عن الصناعات الحرفيه التراثيه؟ اطلاقا، لانه يظل التراث هو ماده جاذبه ايا كان التقدم التكنولوجي اللي احنا فيه، الناس احيانا بتتطوق لحاجه قديمه، فبما ان احنا عندنا الحرف التراثيه هناخد مداخله من سلوى من البحيره ونرجع تاني نستكمل حوارنا مع الاستاذه الدكتوره نجوى ابراهيم وكيل كليه السياحه. اهلا استاذه سلوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكي. انا بحيي حضرتك والله، البرنامج بتاعك جميل ده. ربنا يبارك في حضرتك، متشكر. اتفضلي مداخلتك. نعم. حضرتك حابه تسالي عن حاجه معينه؟ لا والله كنت بسلم على حضرتك بس. ربنا يبارك في حضرتك، متشكر. وحضرتك تابعينا في دور التعليم والجامعات في تعزيز السياحه في مصر. شكرا استاذه سلوى. نرجع تاني للدكتوره نجوى، واحنا حضرتك اكدتي على اهميه الحرف التراثيه واهميه كمان ان احنا نحييها مره اخرى. مره اخرى، لانه يعني هقول لحضرتك انه من احد محاور التنميه المستدامه رؤيه مصر 2030 هو ادماج التراث المصري في ثقافه الدوله. فبالتالي جزء زي الحرف التراثية ده جزء لازم يكون مهم جدا، انه احنا نبتدي نعرف اولادنا ونعرف شبابنا، لانه ده جزء من الهوية المصرية، انه ده جزء من التراث اللي المفروض ان احنا نحافظ عليه. في انواع للتراث يا دكتورة، التراث المادي والتراث المعنوي. المعنوي غير المادي. غير المادي. الفيوم عندها كله. عندها يعني عندها التنوع التراثي سواء المادي او المعنوي. او الغير المادي. وفي جزء كمان كنت عرفته عن محافظة الفيوم كمان، ان هناك اهتمام بالأغذية التراثية. ده توجه عالمي أيضا برضك، إنه يعني مثلا على سبيل المثال فرنسا بتحاول تعمل الخبز بتاعها على إنه ده تراث خاص بيها فقط، بتحاول يعني. هل ده مرتبط بسلامة الغذاء؟
ولا فقط إحياء للتراث إحياء والهوية للتراث، والثقافة؟ لكن إحنا نقدر من خلال إحياء التراث ده طبعا إن يعني بالاهتمامنا بالجودة والاهتمامنا بالأمان الغذائي والسيفتي، إن إحنا نروج للجزئية دي. وده بيبقى فيه بنكمل الصورة مع بالظبط الأماكن التاريخية أو الأثرية، طبعا طبعا، يعني إنه أما إن يكون في تزاوج بالظبط أو امتزاج ما بين بالظبط التراث الثقافي وما بين الأماكن بالظبط السياحية أو الأثرية، بالظبط ده بيعمل طبعا، لأنه كل الحرف التراثية في الفيوم هي لها أصول تاريخية مرتبطة ببعض المواقع الأثرية، فبالتالي أنا لو قدرت إن أنا أكمل الصورة، الأثر موجود عندي بالإضافة للحرف التراثية بالإضافة للهوية القديمة بتاعتها، أنا ممكن أروج كتير بشكل كبير جدا للأماكن الأثرية والتراث الفيومي كأنه نمط غير موجود على مستوى العالم. أنا بتكلم إنه نمط فريد من نوعه على مستوى العالم كله. نرجع بقى يا دكتورة لموضوعنا الرئيس في هذه الحلقة، وإحنا بنقول التعليم ممثلة في الجامعات المصرية ودورها في تنمية السياحة. إيه دور الجامعة الإقليمية في تنمية السياحة؟ يعني أنا عايزة أقول لحضرتك على سبيل المثال نموذج جامعة الفيوم. جامعة الفيوم نشأت كفرع تابع لجامعة القاهرة بكليات بسيطة جدا، لكن فيما بعد بدأت تزيد عدد الكليات طبقا لاحتياجات المجتمع. أنا كنت طالبة في الدفعة الأولى من كلية سياحة وفنادق جامعة الفيوم. لما بشوف الفيوم دلوقتي ومدى الوعي الأثري والسياحي فيها، أنا ببقى فخورة بأنه الكلية بتاعتنا فعلا قدرت إنها، وجامعة الفيوم قدرت إنها تغير شوية في المفاهيم المرتبطة بالتراث المصري وبالسياحة المصرية. يعني أحد أهدافها إنها طبعا تنمي التنوير التنمية طبعا التنوير وتنمي الوعي الوعي السياحي واكتساب والأثري المعارف اللي بنشترك فيه. يعني كتير فعلا على فكرة بالظبط من حتى من أصحاب سكان الفيوم نفسهم أو المواطنين كان لفترة قريبة ما كانوش يعرفوا إيه هي أهم المعالم والمزارات الموجودة ده في محافظة حقيقي الفيوم، كان نسبة كبيرة ما تعرفش إن عندهم محميات طبيعية بالظبط، مهمة جدا. مش على مستوى بس الفيوم، يعني دايما كانت الصورة الذهنية للفيوم اللي احنا كنا بنشوفها في افلام الخمسينيات ان انا رايح الاوبرج هقضي يوم ظريف في الفيوم، دون الاشارة الى انه في تراث يعني قوي جدا في الفيوم. فطبعا لما بدأ احنا نفسنا لما جينا الفيوم واحنا طالما ما كناش نعرف ان يعني الفيوم حضرتك أشرتي لنقطة مهمة، غير تنمية الوعي كمان تحسين الصورة صورة الذهنية. ذهنية. طبعا دي حاجة حقيقي كان مهمة الصورة الذهنية دي مهمة جدا، للفيوم وإحنا عن نفسنا ما بنعرفش مين المسؤول عن تحسين الصورة الذهنية عن الأماكن المختلفة أو الحرف، فده هدف مهم جدا من أهداف المؤسسات التعليمية. يعني تحسين الصورة الذهنية دي عمل المفروض يكون متكامل، بتتكامل فيه بقى اللي احنا بنتكلم فيه انه الجامعة لا تسير وحدها، والمحافظة لا تسير وحدها، والدولة لا تسير وحدها. المفروض تحسين الصورة الذهنية ده عمل متكامل بتشترك فيه فعلا محافظة الفيوم مع جامعة الفيوم، في ان احنا نبتدي نروج للمنتج السياحي، ان احنا نبتدي نقول انه الفيوم يا جماعة تعالوا زوروها. كم مبادرة حصلت في الفيوم، تعالوا زوروا الفيوم، وكم مبادرة حصلت تعالوا شوفونا. فديت كان لها أثر كبير جدا جدا في الوعي السياحي سواء على مستوى مصر أو على مستوى الفيوم. أنا عايزة أقول لحضرتك إنه الفيوم دلوقتي أصبحت أحد المقاصد السياحية للمدارس الانترناشونال في مصر، إن هما بيخلوا أولادهم يجوا يقضوا 3 أو 4 أيام عشان يشوفوا الفيوم اللي كتير من أولادنا ما كانوش متخيلين إن في أماكن جميلة كده في ودي مصر. ميزة نسبية لمحافظة الفيوم طبعا قربها طبعا من من مدينة القاهرة القاهرة من والجيزة القاهرة ونمط سياحي مختلف. يعني الأقصر لها نمط سياحي بتاعها، الفيوم لها نمط سياحي السياحة مختلف، الاندماجية والسياحة البيئية. سياحة بيئية وسياحة تراثية ثقافية وسياحة ترفيهية وسياحة ثقافية، يعني كل أنواع في الفيوم ممكن تكون بتنتج أنماط سياحية متعددة، بالإضافة طبعا التراث نفسه الفيومي. يعني في حاجات كتيرة نقدر نشتغل عليها في إذن الفيوم والجامعات. الجامعة بتعمل تنمية للمجتمع المحلي وخاصة في قطاع السياحة من خلال تنمية الوعي ومن خلال تحسين الصورة الصورة الذهنية. الذهنية هل في أهداف أخرى أو يعني حاجات أخرى ممكن تحققها الجامعة في هذا القطاع؟ يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا كان توجه الكليه عندنا فتره في يوم ان احنا ندرس المشكلات المرتبطه بصناعه السياحه في الفيوم، فكذا رساله دكتوراه عندنا ورساله ماجستير تم دراسه فيها المنتج السياحي في الفيوم، الاستثمار السياحي في الفيوم، التراث الفيوم وكيفيه ترويجه كمنتج سياحي، المواقع الالكترونيه اللي هي بتتناول الفيوم وان احنا ازاي نطورها كانها اداه تسويقيه. يعني فطبعا دي اقول ان ده له علاقه ب
يعني اعتقد المجلس الاعلى للجامعات كان له توجيه بالمؤسسات البحثيه المختلفه والكليات ان كل البحوث والدراسات اللي بتتعمل في مراحل الماجستير والدكتوراه او حتى ما بعد الدكتوراه انها تكون بحوث تطبيقيه بتخدم المجتمع. فعلا. اتفضلي. والتوجه ده زاد يعني بعد توجه القياده في مصر على انه الجامعات المصريه لازم تلعب دور مهم في تنميه المجتمع المحلي بها، فطبعا ده كان من احد اهم ادواته ان احنا نربط البحث العلمي دايما باحد المشكلات اللي موجوده في المجتمع المحلي. والفكره دي طبعا فكره ستؤدي يعني على المدى البعيد ان شاء الله كما نامل ان هي فعلا تنمو بمصر في كل المستويات. يعني طبعا انا بتكلم عن السياحه لانه انا يعني بتكلم لانه ده تخصصي، لكن القطاع الطبي ايضا والخدمه الاجتماعيه ودار العلوم، كل الكليات في جامعه الفيوم هي لها دور بارز في خدمه الفيوم كل في مجاله. يعني حضرتك كده واحنا بنتكلم يعني اشرت لنقطه مهمه وهي اهميه البحث العلمي في تنمية المجتمع المحلي، هل ده له علاقة بعقد المؤتمرات الدورية اللي بتتم في كلية السياحة؟ السنة دي يعني احنا السنة دي ان شاء الله بإذن الله سيقام مؤتمر في الفيوم في الفترة من يوم 27 لغاية 29 فبراير الشهر اللي احنا موجودين فيه حاليا. المؤتمر بيضم نخبة من رجال الصناعة ومن الأكاديميين ومن هيعقد في محافظة الفيوم. في محافظة الفيوم، يعني احنا بقالنا فترة بنتوجه خارج محافظة الفيوم، لكن بما انه الدولة اصلا اعطت للفيوم توجه ان بقت لها الأولوية في التنمية، فمنها طبعا التنمية السياحية، فاحنا طبعا اتساقا مع توجهات الدولة ومع المحافظة الصراحة لأن المحافظة قيادة المحافظة حاليا بتدعمنا بشكل كبير في إن احنا نتوجه إلى إنه نهتم بالفيوم، فكان القرار إن احنا سنعقد هذا العام المؤتمر بتاعنا في محافظة الفيوم. يعني ده له هدف معين إدارة الكلية أما قررت إنها تعقد هذا المؤتمر له هدف يعني من وراء عقده. الهدف إنه احنا بقى هنبتدي طبعا الهدف العام في كل مؤتمراتنا إن احنا نبتدي يعني نروج للسياحة الداخلية والخارجية في الفيوم. طبعا المؤتمر بيحضره نخبة من كل القطاعات بالإضافة لبعض الأجانب، يعني احنا السنة دي بنعمل المؤتمر بتاعنا بالاشتراك مع جامعة سالينتو الإيطالية، وبالتالي الأدوات التسويقية أو الشراكات دي يا دكتورة بتعمل ميزات طبعا نسبية طبعا لأنه بيتحط على موقع جامعة سالينتو دلوقتي أنه بيتم عقد المؤتمر مع جامعة الفيوم، فبالتالي هو بروموشن لجامعة الفيوم. وده في حد ذاته نوع من السياحات اللي هو سياحة المؤتمرات. طبعا سياحة المؤتمرات بيجي بيحضر سواء مشاركين بأبحاث أو متحدثين في الجلسات أو حتى يعني طلاب يعني من كافه دول العالم اعتقد مش كده؟ طبعا يعني احنا عندنا السنه دي ان شاء الله في من بعض الدول يعني الفرنسيين هيبقوا موجودين، الاندونيسيين عندنا المستشار الثقافي الاندونيسي هيبقى موجود، عندنا ناس من اسبانيا ان شاء الله هيبقوا موجودين، لحد كده في ناس من السعوديه. مش بس رواج سياحي وتحسين الصوره الذهنيه، ده في بعد اقتصادي. في بعد طبعا اقتصادي، يعني اعتقد ان يعني الفيوم خلال الفتره دي هيبقى فيها طبعاً نسبه اشغالات طبعا لانه احنا فندقيه وهيبقى فيها بالظبط لانه عقد اي مؤتمر والسياحه سياحه المؤتمرات الغرض منها ان هي بتنعش الاقتصاد في تفاصيل صغيره جدا، يعني سواء في الناس اللي هتروح المطعم تاكل، سواء في سواق التاكسي اللي هيركب اللي الناس هتركب التاكسي بتاعه. فسياحه المؤتمرات بنتعرف على ثقافات اخرى، بنتعرف على ثقافات اخرى، بنصدر صوره احنا عايزين نصدرها. يعني هي المؤتمر اداه ان احنا نقول احنا فين ونقدر نعمل ايه واحنا في موجودين، وفرصه لينا كويسه كمان نحسن الصوره الذهنيه عن مجتمع مصر. لان خلاص حضرتك بتقولي في ناس جايه مصر، يعني حتى لو جت الفيوم بتقول احنا جينا مصر. بالظبط هي جزء من 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 يعني الفيوم جزء من كل كبير من كيان كبير هي مصر، وبتعد ايضا مد لجسور التواصل مع الثقافات طبعاً الاخرى طبعاً خلال طبعاً التلاقي في الجلسات المختلفه. طبعا المؤتمر وفرصه ان احنا نناقش ونشوف يعني مدارس اخرى فكريه اخرى ونشوف وجهات نظر اخرى، لانه احنا بنعرض مشاكل هي نوعا ما ليها الطابع المحلي لكن دايما بتكون جزء من كل، فبالتالي لما نبتدي نستضيف يعني ناس من بره مصر بيبتدوا يدلوا بدلوهم في الحاجات ديت ممكن فعلا بيدونا مفاتيح كتيره لحل مشكلات عندنا في مصر في المؤتمر. حتى ذكرتي ان المؤتمر
هيعقد يوم 27 27 ان شاء الجاري الله، فبراير الجاري، جاري ان شاء الله وهيستمر لمدة 3 ايام، يعني 3 ايام. 27 ل 29. حضرتك ادينا يعني صورة عن اهم محاور المؤتمر. المؤتمر المحاور بتاعه يعني من الحاجات اللي احنا قعدنا نتناقش فيها كتير جدا على كل المستويات، مستوى الاقسام العلميه، مستوى اللجنه العلميه، مستوى الكليه، حتى لدرجه انه ايضا المحافظه اشتركت، الجامعه اشتركت معانا والمحافظه اشتركت معانا شويه. فاحنا لما جينا نصيغ المحاور الخاصه بالمؤتمر صيغناها اتساقا مع رؤيه مصر 2030. فاحنا عندنا مثلا محور هو التحول الرقمي في مصر، وده توجه الدوله كله هو على بعض. جميل. مره تانية قبل ما حضرتك تكملي المحاور، ان حضرتك دايما بتتكلمي من منطلق استراتيجيه مصر 2030، لانه دي سياستنا يعني حاليا. احنا فعلا بنوجه يعني نفس الرساله لكل الكيانات التنظيميه، ان لازم الدوله تتسق مع اهداف الدوله، اننا بنمشي وفق خطه. بالزبط. يعني زمن العشوائيه انتهى. بالزبط. فكلنا لازم هو نظام. نبقى احنا في بنسافر. اطار استراتيجيه مصر 2030. احنا فعلا لما جينا نصيغ محاور المؤتمر بدأنا ندرس المشكلات اللي هي موجودة حاليا، بدأنا ندرس التوجهات اللي الدولة سايرة فيها. عشان كده يعني مكان انعقاد المؤتمر الفيوم ده اتساقا مع سياسة الدولة، انه احنا المحاور اللي تناولناها كلنا هي لها علاقة برؤية مصر 2030. اولها التحول الرقمي في مصر. طبعا التحول هو الرقمي عامل أزمة كبيرة، وفي طبعا ناس كتيرة ما عندهاش خلفية يعني إيه التحول الرقمي، التحول وعامل جدل. فحضرتك وضحهولي وبعدين نوظفه بقى، هيبقى إزاي في السياحة، في قطاع السياحة. قطاع السياحة التحول الرقمي هو معناها إن إحنا بنحاول نميكن كل حاجة بإنها تتم بشكل إلكتروني. ده ليس إنه إن إحنا هل حضرتك شايفة إن إحنا متأخرين شوية في المجال ده؟ لو قصنا للدول العربية والأجنبية احنا يعني اتأخرنا شوية، بس الحمد لله ان احنا بدأنا يعني، لان طبعا دبي متسارعة. دبي والرياض وجدة دولت بادئين من فترة طويلة فكرة التحول الرقمي، لكن احنا بدأنا. وكمان مصر عندها يعني الكوادر البشرية وعندها الامكانيات العقلية اللي تسمحها انها يعني تلحق بمن سبقوها. فالتحول الرقمي اعتقد ان الخبراء في حتى في الدول اللي حضرتك اتكلمت عنهم معظمهم يعني مصريين. مصريين معظمهم مصريين فعلا. فايه يعني المانع فعلا اننا عندنا الرقمي. المورد البشري، الموارد البشريه اللي تسمح لنا فعلا، وعندنا الخبرات والكفاءات. بالظبط. هو ينقصنا تقريبا مثلا البنيه التحتيه شويه، كان الجو المناخ. يعني انه المناخ العام بالظبط، انه الناس اللي هتتعامل في اطار الميكنه. بالظبط. انه الثقافه العامه تقول يلا احنا نتوجه للتحول الرقمي. وشايفه ان حد ده صعب ولا تحدي ممكن نتغلب عليه؟ هقول لحضرتك، هي يعني احنا دايما نقول البدايه بتبقى صعبه في اي تحولات، لكن التغيير بيبقى صعب. بالظبط. لكن فكره انه هو موجود، وبعدين انه احنا ما بنبتديش من اماكن صعبه، لكن احنا بنبتدي من اماكن بكر شويه عشان نبتدي فيها التحول الرقمي، تبقى تجربه ناجحه نبتدي بعد كده نعممها شيء في شيء. فانا شايفه ان التوجه ان احنا نبتدي بالتحول الرقمي من اماكن بكر زي المدن الجديده ومدن الجيل الرابع، وده احد المحاور في المؤتمر، ان احنا نبتديها، غير ان احنا نروح نبتدي مثلا من العشوائيات او نبتدي من مدينه مكتظه قوي زي القاهره. هيبقى اسهل اننا نبتدي، هيبقى حاجه اسهل من منطقه بك. احسن ما نصلح. بالظبط. والتجربه الناجحه بيبقى لها صداها في انها بتخلي الناس اكثر قابليه. بالظبط. وبتدي امل. بالزبط. وعشان كده احيانا لما بنطبق التجربه الجديده بنعملها على مستوى صغير. بالزبط. ونقيس التجربه ونشوف ايجابياتها وسلبياتها ونستفاد بيها ونبتدي نطورها ونعممها. بالزبط. على في مرحله فاحنا أخرى. فاحنا يعني هرجع دكتور للتحول الرقمي بقى، هنوظفه ازاي في قطاع السياحه؟ في قطاع السياحه يعني انا عايزه اقول لحضرتك طبعا انه في فكره انه هل بنلغي العنصر البشري؟ لا، احنا مش بنلغي العنصر البشري، احنا بندعم العنصر البشري. يعني مش هيأثر على البطاله ومش هيأثر لا 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 على بالعكس، لانه بيفتح مجالات تانية مختلفه. التحول الرقمي مش معناها ان انا هدخل على فندق وهلغي البني ادمين واروح مدخل الروبوتس مثلا. لا، هي مش بالشكل. اولا لانه الروبوتس ده هيظل وراه باقي يعني ناس او مهندسين او تقنيين هم اللي بيدوروا، دي حاجة. الحاجة التانية انه التحول الرقمي ده بدأ يخلق مثلا مجالات اخرى ما كناش نعرفها، زي التسويق الالكتروني، زي التجارة الالكترونية، وده عايز خبرات زي جديدة الموبايل وعايز وظائف بس من نوع جديد، ونقدر نعمله على المستوى الشخصي. يعني فكرة ان المستوى الشخصي انا اقدر اروج لسلعة مثلا او لحاجة معينة انا اقدر اعملها. فالتحول الرقمي لا يضر يعني بالموارد البشرية، لانه لا غنى في صناعة السياحة عن الموارد البشرية. الناس مش معقولة هتيجي تعيش في مصر
تدخل وتنزل وتتعامل مع مكن يعني زي ما احنا بنقول، لا هي طبعا بيبقى دايما محتاجين العنصر البشري، محتاجين ان هو يتعامل مع عنصر بشري، لان يعني طبعا ده بينقل خبرات كتير. مش هنستغنى عن البشر، ولكن هنغير طبيعه الوظائف، طبيعه الخبرات. يعني كل حاجه دايما بتخلق، يعني دايما نقول انه دايما بما انه في فرص في تهديدات، لكن دايما التهديدات ديت بتخلق فرص جديده بشكل جديد. دور بقى التعليم ان هو يبتدي يأهل الناس انها تتعامل مع التغيرات او المستجدات اللي بتحصل في المجتمع، ان احنا نبتدي نأهل كل الطلبه بتوعنا. عشان كده احنا مثلا في كليه السياحه والفنادق بندرس، بنخلي الطلبه بتوعنا بيدرسوا التوجهات الحديثه في الاي تي في مجال السياحه والفنادق. احنا عندنا ابحاث كتيره عن تاثير الروبوتات والذكاء الاصطناعي في صناعه السياحه والضيافه. يعني التحول الرقمي هو نوع من انواع الحاجات اللي بتحمي، يعني في يعني حاليا مثلا على سبيل المثال لما نيجي ندرس بنقول ان السياحه الالكترونيه اصبحت هي، او التسويق الالكتروني سوري، هو الماده الاساسيه للتسويق اكتر من التسويق العادي او المزيج التسويق العادي. فدلوقتي التسويق الالكتروني ده دي حاجه انا اقدر اعملها، اعلم الطالب بتاعي ازاي يسوق الكترونيا، انه ازاي يبيع منتج ليه عن طريق التسويق الالكتروني. فطبعا ده حاجه مهمه جدا في التحول الرقمي. هل ده له علاقه بمدن الجيل الرابع؟ مدن الجيل الرابع هي جزء لا يتجزا من التحول الرقمي، بس مدن الجيل الرابع بنتكلم على عناصر اكتر. ليه؟ لانه العنصر البشري هنا مهم، البنيه التحتيه التقنيه مهمه، انه اداره البنيه التحتيه التقنيه طبعا، لانه انا مش هقدر اعمل مدن الجيل الرابع. مدن الجيل الرابع هي مدن يعني تكنولوجيه بشكل كبير، فانا مش هقدر اعمل التكنولوجيا دي غير لما تكون البنيه التحتيه بتاعتي بتسمح لي انه انا اعمل التكنولوجيا فيها. تعليق حضرتك يا دكتوره، ان بعض الناس بتقول احنا في مصر مش مؤهلين للتعامل مع مدن الجيل الرابع اللي هي بتعتمد على التكنولوجيا وعلى يعني المستحدثات الجديدة اللي هنستخدمها في التحول الرقمي. انا عايز اقول لحضرتك انه كان يعني واحنا بنتكلم على مدن الجيل الرابع والدولة كانت يعني بتحاول تقول يعني ايه مدن الجيل الرابع، كان بتتكلم على ثلاث محاور رئيسية: اولا البنيه التحتيه، ثانيا اداره البنيه التحتيه، ثالثا الموارد البشريه. يعني احنا ما استبعدناش انه هيتم تدريب الناس وتاهيلهم ان هم يعيشوا في مدن الجيل الرابع. وزي ما بقول لحضرتك بما انها تجربه ناشئه في منطقه بكر، فنسب النجاح بتزيد بشكل كبير جدا، ان الناس اللي جايه تعيش في المدن الرابع ديت هي اكثر استعدادا ان هي تبتدي تتعامل مع الجزئيه ديت. وبعدين عايز اقول لحضرتك انه يعني كليات الهندسه في على مستوى مصر من زمان بدات في فكره ان هي تعمل سمارت هاوس، سمارت سيتي، سمارت ابلكيشن، الحاجات دي كلها. فطبعا لا، احنا عندنا كوادر بشريه عندها استعداد ان هي تستوعب الحاجه دي بسرعه. طيب لو حبينا نتكلم عن محور اخر من محاور المؤتمر مرتبطه باستراتيجيه التنميه المستدامه والمرتبطه بالسياحه والضيافه. احنا عندنا محور فعلا اسمه التنميه المستدامه في السياحه والضيافه والتراث، وده طبعا والتراث يعني لا غنى عن التراث طبعا طبعا، لانه التراث ده الحاجه. هل ده له علاقه بضم وزارتي السياحه مع الاثار؟ هو من زمان موجودين يعني دايما السياحه والاثار، حتى لو من زمان موجودين، بس لا يعني حتى لما يعني في التغيير الوزاري الجديد بس حتى لما ما كانوش كده هم دايما بيعملوا مع بيشتغلوا يعني مع بعض. بتؤيدي فكره ان التكامل ده كان مهم؟ كان مهم، مهم، لانه دايما هم دايما بيشتغلوا مع بعض. دايما السياحه بتستغل الاماكن التراثيه، والاماكن التراثيه بتستفيد من يعني الوافدين من عن طريق السياحه، فبالتالي هم جزء لا يتجزا من بعضه يعني. فطبعا التنميه المستدامه للسياحه والضيافه والتراث ده برضك اتساقا مع سياسه الدوله في البيئه الخضراء، في ان احنا نعمل تنميه خضراء. انه عشان كده في على مستوى مثلا مؤسسات الضيافه في مصر في التحول الاخضر، ان احنا بدانا نتوسع في فكره انشاء الفنادق الخضراء او الفنادق البيئيه، او ان احنا نعمل، وده ان شاء الله يعني قريب هنشوفه في الفيوم، ان احنا نعمل اماكن للاقامه تتسق مع طبيعه المكان. يعني مش دايما بدور على السائح اللي بيدور على الرفاهيه، في سائح بيجي لي عايز يعيش تجربه، ان هو يعيش تجربه اماكن مختلفه، فده بيجي وبيدفع فلوس كتير جدا على فكره. يعني في سيوة تجربه لفندق بيئي تماما، يعني عايز اقول لحضرتك ما بيستخدموش الا الشموع مش الاضاءه البيئيه. يعني حضرتك كمان بتشير يا دكتوره لشيء في غايه الاهميه، وهو ان هناك فرص استثماريه طبعا في قطاع السياحه
حضرتك بتفتحيها طبعا للمهتمين طبعا بالاستثمار. طبعا طبعا. يعني انا بقول انه دايما مقومات الفيوم الطبيعيه هي ممكن ان تنتج منتج سياحي خاص بيها، فبالتالي الصحراء اللي عندي ديت انا اقدر اعمل بيئات، يعني اقدر اماكن اقامه تتسق مع البيئه الصحراويه. لو انا هعمل في البيئه الزراعيه هعمل اماكن اقامه تتسق مع البيئه الزراعيه، وكل واحد ليه السائح بتاعه ونوعيته، وكلهم بيدفعوا كتير. طب يعني احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، وحضرتك يعني اشرتي الى حاجات في غاية الاهمية واثرتيها بطريقة مشوقة، ان محافظة الفيوم فيها مقومات سياحية مهمة، وركزت اكتر على موضوعنا وهو ان التعليم والمؤسسة بالظبط. التعليمية لها دور فاعل في صناعة السياحة بالمجتمعات المحلية. يعني انا بدعو حضراتكم انكم تيجوا تشوفوا المؤتمر بتاعنا، احنا بنناقش مواضيع مهمه جدا، سواء على مستوى رياده الاعمال، على مستوى فرص الاستثمار في الفيوم، على مستوى الاتساق ما بين الاكاديميا والصناعه. فيعني شرفونا في الفيوم ان شاء الله. في الاخر بقى دكتوره، حضرتك قولي لي شكل التعاون بين المؤسسات المختلفه في محافظه الفيوم، يعني الجامعه مع مين من المؤسسات الاخرى الداعمه ليها، وهل ده له دور فاعل في ان التعليم يؤدي رسالته في تحقيق صناعه السياحه؟ يعني طبعا حضرتك ان المؤتمر بتاعنا طبعا بيقوم يعني في تحت مظله جامعه الفيوم، بالتعاون مع محافظه الفيوم، مع وزاره التعليم العالي، مع وزاره السياحه والاثار، طبعا معانا شريكنا الاخر هو سالينتيو الايطاليه، في مؤسسات اكاديميه اخرى ومؤسسات صناعيه اخرى بتدعمنا فيها، زي وزاره السياحه، الهيئه العامه لتنشيط السياحه، الهيئه العامه لتنشيط السياحه، الهيئه تنشيط السياحه بالفيوم، كل دولت يعني كيانات موجوده معانا في المؤتمر تدعيما ل التعاون ما بين السياحة وما بين التعليم الأكاديمي وما بين المجتمع المحلي. الحقيقة دكتورة يعني بشكر أنا حضرتك متشكرة جدا على لحضرتك. هذا العرض الشيق، وبنتمنى مؤتمر موفق، يا رب إن شاء الله. وبنتمنى كمان لكلية السياحة إنها تقدر تقوم بدورها في تحقيق تنمية المجتمع المحلي وخاصة في قطاع السياحة. ويعني حضرتك كمان أكدتي على شيء مهم جدا، وهو كلمة السر في النجاح، وهي الإدارة. الإدارة يعني أنا بس في الجزئية ديت يعني بقول إن كلية السياحة والفنادق قادتها كيانات مؤمنة بالتعاون مع المجتمع المحلي. حاليا القيادة الحالية تحت الأستاذ الدكتور أشرف عبد المعبود، مؤمنين تماما إحنا لازم نتوجه للمجتمع المحلي بأدوات مختلفة بأساليب مختلفة، على وهل أساس الجامعة وقيادتها كل، بتدعم؟ والأستاذ الدكتور أحمد جابر فعلا يعني دعم غير عادي لينا، والمحافظة أكيد كل بيبقى لها المحافظة دور في هي كده. يعني شريك لا يتجزأ معانا في المؤتمر بتاعنا، هي جزء مننا، يعني في دخلوا معانا في المحاور، ودخلوا معانا في البرنامج، ودخلوا معانا في ورش العمل ونوعياتها، لأن كلنا بنبحث إن احنا إزاي سواء جامعة الفيوم تحت قيادة الدكتور أحمد جابر شديد، كلية السياحة والفنادق تحت قيادة الأستاذ الدكتور أشرف عبد المعبود، محافظة الفيوم تحت قيادة الأستاذ الدكتور أحمد الأنصاري، كلنا بنسعى إلى إنه إزاي نتعاون جميعا على أساس إن احنا فعلا نحط الفيوم في الصورة التي تستحقها. الحقيقة أنا بضم صوتي لصوتك، وبقول إن خلال هذه الفترة شهدنا اختيار قيادات على أساس الكفاءة اللي قدرت فعلا إنها تدير الموارد بشكل أكبر. بنشكر حضرتك في نهاية الحلقة، وطبعا الحقيقة يعني بنتمنى مزيد من التوفيق. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا، وأعتقد إن احنا جاوبنا على التساؤل المهم في هذه الحلقة، وهي هل للتعليم والجامعات دور في تنمية المجتمع المحلي وخاصة في قطاع السياحة ولا لا؟ والحقيقة يعني أعتقد إن التعليم محور مهم جدا في النهوض بالمجتمع. في نهاية حلقتنا بنشكر الأستاذة الدكتورة نجوى إبراهيم زعير، وكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم. شكرا جزيلا يا فندم. وأعزائي المشاهدين، نتمنى لكم مشاهدة طيبة، ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.